اولا الا بغينا نهضروا على هذا الشعب المغربي اللي فقد الثقه، وهذه هي الحاجه اللي كتكرر كل مره كنهضروا على شنو بغينا نغيروا في المغرب، كنهضروا على ثقه المواطن في المؤسسات وثقه المواطن في السياسه والسياسيين. خاصنا نعرفوا علاش هذا المغرب فقد هذه الثقه. ملي غادي نهضر علاش هذا المغرب فقد الثقه في السياسه والسياسيين ومؤسساته، غنهضر بلسان المواطن ماشي بان جارغون ديال الحقوقيين ولا ديال السياسيين. ملي كتمشي تتنزل عند المواطن المغربي وكتسولو على السياسه وعلى السياسيين وعلى المؤسسات، اول حاجه تيقول لك فين فلوس الشعب. يعني هذا المصطلح السائد اللي كاع المغاربه اي واحد طرطق ليه قادوس في الدار تيقول لك فين فلوس الشعب. الا وقف مقاطعه ما لقاش اللي يسني له الورقه ديالو تيقول لك فين فلوس الفوسفات، فين فلوس المعادن، علاش حتى شي حد ما كيتحاسب. يعني جوج حاجات اللي على ما يبدو ان الشعب المغربي او المواطن المغربي تيحس بالخذلان تجاههم. الثروات ديال بلادو فين هي وفين فلوسها، واش كاين محاسبه؟ علاش هذا الخذلان؟ لانه حط الثقه في ناس اللي وعدوه بهاد جوج حاجات، انهم غادي يجيبوا دوك الفلوس المنهوبين ويصلحوا ليه به حياته اليوميه، السكن ديالو، الطريق، المواصلات، الماء والضو، التليفون، المدرسه لولدو، السبيطار فين كيداوى. ووعدوا بانه غيحاسب دوك اللي شفروا فلوس الشعب، وما عمر هادشي دار. وطبعا فقد الثقه حيت اللي جا كيوعدوا بهادشي كيخلف. واش لان هاد الاحزاب كلهم فاسدين من عهد الحسن الثاني الى يومنا هذا عمر هادشي موقع؟ واش لان كاع السياسيين في المغرب فاسدين وناهبين للمال العام او غير كذبوا او غير نافقوا؟ ما يمكنش، كاين شي غلط. ملي انا تنصوت على واحد سياسي او مواطن مغربي كيصوت على واحد الحزب لانه كيوعدوا بهاد جوج حاجات، غنجيب المال العام اللي تنهب ونصلح لك به حياتك اليوميه، وما كيوقعش هادشي. واللي كيوقع هو ان داك السياسي او داك البرلماني كيحسن من الاوضاع ديالو، هو كيولي ساكن مزيان وغادي في طوموبيله مزيانه وكيداوى في الخارج وكيقري ولادو في البعثات الاجنبيه وكياخذ امتيازات، وداك المواطن باقي كيف ما هو 60 عام، والوضع في العالم القروي باقي هو كيف ما هو 60 عام. ما تنظنش حيت كلشي فاسد، كنظن كاين شي خلل في شي بلاصه تما كيتبلوكا الوعود اللي كيوعدوا بها هاد الاحزاب. ملي كيوصلوا هاد الاحزاب اللي انا صوتت عليه او مواطن مغربي صوتت عليه لهاد المؤسسات ديال الشعب، وتيبغي يجيب فلوس من هذيك الميزانيه العامه للمملكه ولا في مشروع قانون الماليه يحط في قطاعات اجتماعيه كتهم العيش اليومي للمواطن، شنو كيوقع؟ وعلاش كيتحبس؟ وعلاش ما كيقدرش ياخذ من الميزانيه ديال مؤسسات سياديه فيها صناديق ضخمه، او من ما كان يسمى بالصناديق السوداء او صناديق ذات حسابات خاصه كتسمى دابا سي عمر ذات منفعه خصوصيه؟ علاش ما كيقدروش ياخذوا من دوك الفلوس ويحطوهم في قطاعات اجتماعيه؟ علاش ما تنعرفوش ديك المديونيه ديال المغرب ديال شحال القروض تخادو هذه 50 عام لتنميه العالم القروي وما تنماش، والمغرب غارق بالكريدي، فين مشاو؟ علاش الحزب ملي كيوصل للمؤسسه ديال الشعب من بعد ما كنصوتوا عليه كيتبلوكا؟ كاين تعليمات كيقولوا له صوت على داك مشروع قانون الماليه كيف كما انزل، كاين تعليمات كيمنعوه يسائل اصحاب دوك الصناديق او مسؤولين على دوك المؤسسات السياديه الامنيه العسكريه المخابرات، ميزانيه القصر، ميزانيه هاد الصناديق اللي حنا ما تنعرفوهمش، يوقفهم يسالهم كيفاش كدبروا المال العام. عمرنا شفنا شي برلماني وقف شي عسكري قال ليه كيفاش المؤسسه العسكريه كدبر الفلوس؟ عمرنا شفنا شي برلماني وقف شي واحد من الخارجيه او من لاجيد قال له 50 عام وانتم كتخسروا الفلوس على الصحراء في لي لوبي في الجمعيات في الخارج، واش درتوا بهم شي حاجه؟ واش كاين جدول هاد الفلوس اللي كيتخسروا؟ علاش ما صرفتوهمش على واحد الصحراوي وطني وحداوي في العيون ما خدامش؟ اذا كاين بلوكاج لدوك الاحزاب ملي كيوصلوا المؤسسات وما كيعرفوش يحققوا الوعود اللي عطاوها لذاك المواطن، وما كيعرفوش يجيبوا له الفلوس من المؤسسات، حتى شي واحد ما كيقدر يحاسبهم ولا يعرف دوك الفلوس كيفاش كيتصرفوا فين مشاو باش يحطوهم له في قطاعات اجتماعيه. وبالتالي هنا كنقولوا كاين تعليمات، سواء نظريه المؤامره، سواء تخلف منا، سواء شعبويه، سواء سوء فهم، سواء هادوك البرلمانيين ولفوا بنظريه المؤامره من عهد الحسن التاني ومخلوعين وتحدف
في هذه البلاد ما قادر يدير مبادره، كل شيء كيصوت بنعم بالاجماع على واحد مشروع قانون الماليه كل عام ما كيتبدلش، وعمره ما كان في مصلحه المواطن، وعمر شي مسؤولين ما تحاسبوا، وعمر الميزانيه وطريقه التوزيعها ما تبدلات، وعمرنا ما عرفنا دوك الكريدي فين كيمشيو، وعلاش المغرب كيزيد غرق، وعلاش الحاله الاجتماعيه للمواطن عمرها ما تبدلات. كيفاش هذا المواطن ما غيوقعلوش خذلان؟ وملي غتجي تقول له علاش ما كتصوتش، علاش غيصوت وعلى من غيصوت؟ الى الاحزاب كل وعود ديالها في كل مره كتفشل، والا ما بغات، والا هاد الاحزاب تعنتت، وغنعطي اسماء بحال حزب العداله والتنميه اللي واخا نكونوا ضد المرجعيه ديالو وضد الاشخاص اللي هما فيه، وكيف ما بغى يكون الموقف ديالنا منه، جا بدايه قال لك غنشر لوائح المأذونيات ولوائح اللي كيستفيدوا من كذا وكذا وكذا، ووقع عليه مكانه ديال الهجوم غير مفهوم، وقعت مكانه ديال تفرتيك ديالو، ديال التشتيت، ديال دعم البام، ديال مسيره ولد زروال، ما صلحش البام غنجيبوا الاحرار، ما قدرش اخنوش غادي نوقفوا الانتخابات وغنديروا حكومه تكنوقراط، ما لقاتش حكومه تكنوقراط الشعبيه غادي نديروا شنو سماوها تقنين ولا تقليص مشاركته السياسيه، ما صلحتش تقليص المشاركه السياسيه غنديروا العداله الانتخابيه، وزيد 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 مع اي حزب ملي كان الاتحاد الاشتراكي حيدناه ودرنا حكومه تدريس جطو، يعني حتى لين فين ما كاين شي حزب قوي يقدر يتعنت مع هاد القوه اللي كتمنع التصويت على اشياء في مصلحه الشعب او الترافع عليه باي شكل من الاشكال في مؤسساته او حزب قوي، غادي نفرتكوه ونضربوه بمكانه اعلاميه كتشهر باعراض الناس اللي فيه، بمسيرات، بتمويل احزاب اخرى، ماشي باش نقويو احزاب اخرى ونقويو العمل الديمقراطي ونعطيو للمغاربه بزاف ديال الاجند بزاف ديال البرامج ويختاروا عليا شي صوت، لا، باش ما يبقى حتى حزب، باش ما يبقى حتى شي تمثيليه. والدليل ان ملي كيخرجوا الاحتجاجات بحال في الريف، بحال في جراده، بحال في زاكوره، بحال في تندراره، وما كيلقاوش وساطه، ما كيلقاوش تمثيليه، ما كيلقاوش وساطه اجتماعيه، وكتكون المقاربه الامنيه باش كتصفيهم وكتعتقلهم فيهم، لان الامن غيشوف واحد الاحتجاجات ما بغاتش تسكت وما بغاتش تحبس، غيمشي يمارس العمل ديالو في اسكاتها، حيت ما كاينش احزاب، حيت الشباب الريف سموهم دكاكين سياسيه، حيت المخزن العمل ديالو الوحيد هو فين ما يشوف حزب قوي يفرتكو، وفي الاخير كنوقفوا كنقولوا المخزن ما بغاش احزاب. اذا العمليه الديمقراطيه كلها كذوب، اذا الانتخابات مسرحيه، الا جيت انا في موقع التواصل الاجتماعي كيف ما طرحتي عليا السؤال وقلت للناس خصكم تنوضوا تشاركوا في الانتخابات وتدخلوا الاحزاب باش نبدلوا هذا الواقع، تيقولوا لي خنتينا، بعتي الماتش، قلبتي الفيسة، لان بالنسبه لهم العمل السياسي خيانه، لان تيعرفوا كل شيء غادي بالتعليمات. واش هذا الشيء ممكن يتبدل عبر موقع التواصل الاجتماعي؟ لا، هذا الشيء ممكن يتبدل باراده سياسيه جايه من الفوق، ديال واش نبدلوا الوجوه ديال الاحزاب ممكن من هنا 4 سنين، واش غنبدلوا الاحزاب كلها، واش غنخلقوا احزاب جديده؟ ممكن ابتداء من غدا البرلمان يقوم بالوظيفه الاساسيه ديالو، هي يوقف مسؤولين على مؤسسات سياديه يسالهم على الميزانيه اللي هما كيدبروا، وفي جلسات عموميه متلفزه نشوفوا حنا بان هذا البرلمان ولا كيقوم بالعمل ديالو في المساءله، لان ماشي حيت البرلمانيين غينوضوا مداتهم راسهم، حيت ما كنظن حتى شي حد في هذه البلاد عنده القدره على المبادره، ولكن باراده من الفوق. نكمل اخر، الى من هنا عام شفنا البرلمان كيقوم بهذا الدور ديال المساءله، الى من هنا عام جاوبنا على المغاربه على هذه الاسئله ديالهم ديال فلوس الفوسفات، فلوس الثروات، ها هما فلوس الفوسفات، ها فلوس الثروات، ها فين كيمشيو، ها ملي كيدخلوا لمشروع قانون المالي، ها الصندوق منين كيعمروا، ماشي تيديروا دوميتور ولا ما نعرف، راه حنا بلد فقير، راه حنا بلد ما عندوش، ها الضرائب اللي كيدخلوا فين كيمشيو، ها القروض اللي كيدخلوا فين كيمشيو، هذا الشيء اللي عطى الله المواطن على الاقل ملي غنديروا معاه كارت سوغ طابل شي حاجه فيه غتبرد، غيطرح السؤال ومنين حنا بلد فقير وخصنا تقشفوا علينا، علاش ما تقشفوش على خدام الدوله؟ علاش انا ما عنديش حتى السميك واحد كيشد 30 مليون في الشهر وعنده امتيازات وعنده السياره وعنده الطوموبيل فابور؟ اذا نمارسوا التقشف علينا كاملين، الثروات يكونوا كارت سوغ طابل، المحاسبة تكون على الأقل ابتداء من البرلمان يقوم بالوظيفة ديالو ديال مساءلة مسؤولين على صناديق السيادية، دوك الفلوس كيفاش كيتصرفوا وشنو صرفهم وعلاش ما يمشيوش القطاعات الاجتماعية، كنظن هذه غتكون خطوة أولى
لإعادة بناء هاد الثقة، وديك الساعة أعرف موقع التواصل الاجتماعي ما نشرو. إلا جاتني أنا معلومة ها فلوس الفوسفات والثروات وها كل حاجة فين كتمشي، ما عليا إلا نشر